السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نناقش في هذه الحلقه واقع المراه اليمنيه في يومها العالمي. كشفت احصائيه حقوقيه عن مقتل 807 نساء في حرب اليمن، سقط العدد الاكبر منهن في تعز بواقع 387 امراه، تليها الحديده 86 امرأة، ثم عدن بعدد 37 ضحية. الحرب أيضا أسفرت عن جرح أكثر من 1633 امرأة، تصدرتها تعز أيضا بعدد 1287 امرأة. وبالتوازي برزت أمهات المختطفين في صدارة النضال المدني حدا أحرج كل الجهات والهيئات المحلية وأيضا الدولية، وفرض قضية المختطفين والمخفيين في أولوية الاهتمامات الإنسانية. في حلقة اليوم من زوايا الحدث نناقش واقع المرأة اليمنية من زاويتي النضال والتضحيات. قبل النقاش مشاهدينا نتابع سويا هذا التقرير، ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. وسط الدمار تتجرع المرأة اليمنية مآسي الحرب وحيدة، إلا أنها في كل يوم يمر من هذه الحرب تكتب سطراً جديداً من التاريخ بنضالها ومقاومتها وصوتها الذي كان فيما مضى عورة وأصبح اليوم الصوت العالي المتبقي لنصرة المظلومين. لكن العالم يحتفي بها ويتذكر تضحياتها بيوم وحيد بالسنة ضمن اليوم العالمي للنساء في 8 مارس. لكن ماذا عن باقي أيام السنة؟ تلك الأيام التي تنضل فيها المرأة اليمنية وحيدة في رصيف الشوارع التي حفظت اسمها وصوتها جيدا، وهي تهتف بحرية أبنائها منذ أكثر من 5 سنوات متواصلة وبشكل يومي، أو في المدارس والمستشفيات وهي تقوم بواجبها مضاعفا دون أي مقابل مادي، أو في المنزل حين تنتزع الحياة من جسدها الضعيف والمتهالك لتزرعها في أطفالها على هيئة جرعات مضاعفة من القوة والتضحية والأمان بعد فقدان عائلها في جبهات القتال أو في غياهب السجون المظلمة. تعاني نساء اليمن واقعا مرا وظروفا قاسية تضافرت على صناعتها سياسات أطراف الحرب المختلفة، كما ذكر تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات. فالمرأة في أغلب مناطق الجمهورية تعيش من دون خدمات وتعاني في سبيل الحصول على الاحتياجات الأساسية أعوام 5 مضت ملطخة بدم أكثر من 800 امرأة قتلن في الحرب وأكثر من 1600 امرأة مصابة، تضيف المنظمة، بالإضافة إلى العدد الهائل للنساء النازحات التي تركن لقسوة التشرد والفاقة. السماء الملبدة بالبارود والأرض الملغومة بالرصاص والعبوات الناسفة والقذائف عجزت عن هزيمة المرأة اليمنية، المرأة التي قهرت الظروف ونبتت من بين الرماد أيقونة للحياة، تبتسم في تعب وتواصل رحلتها بصبر مرير وبإرادة لا تنكسر. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد توفيق. يعني في يوم المرأة العالمي، يعني كيف يمكن الحديث عن واقع المرأة في اليمن؟ بداية أحب أن أستغل هذه المنبر وأحيي كافة الأمهات وزوجات وأهالي المعتقلين بالدرجة الأساسية في اليمن، والتي يكابدنا مر الفقدان والهجر للعوائل والأزواج والأقارب إلى غير ذلك، ولليمنيات بشكل عام التي يقاسين ظروف الحياة وظروف الحرب في آن واحد. نحن لا نكون مبالغين إذا قلنا اليوم بأن المرأة في اليمن تخوض ليست معركة انتزاع الحقوق، وإنما تخوض معركة الوجود الحقيقية. نعم. اليوم المرأة تتحمل العبء الأكبر في هذه الحرب، ربما يختفي صوتها خلف ضباب خلف الدخان البارود، ربما يختلط صوتها بأصوات الموجوعين والمتألمين، لكن يظل صوت هذا المرأة هو روح الحياة
التي تكادد الموت وتدافع الدمار من أجل بقاء اليمن حرة شامخة. اليوم نعم. المرأة تقاسي بسبب فقدان الزوج والابن والقريب الذين اعتقلوا بصورة كبيرة وأخفوا قسرا سواء في سجون ميليشيات الحوثي في صنعاء أو سجون القوات المدعومة من قوة من الإمارات في الجنوب، وتحولت المرأة إلى ربة البيت، هي التي تدير البيت وتتحمل مسؤوليته وتدبير طعامه وشرابه ومستقبل الأبناء ورعايتهم إلى غير ذلك. تكابد المرأة أيضا فراق الزوج الذي خرج إلى جبهات القتال لمقاومة لاستعادة الجمهورية من أجل استعادة قيام فبراير. ظلت المرأة وفية لهذا الزوج، وتكابد ظروف الحياة أيضا برغم خذلان الحكومة الشرعية، برغم خذلان التحالف، بدون وجود رواتب، بدون وجود خدمات حقيقية. أنا المرأة اليمنية ضربت مثال في الثورة، في ثورة فبراير، واستطاعت أن تسقط النظام السابق وتنتزع وتزرع قيم جديدة نحو المستقبل، واليوم مستمرة في هذا النضال وتقدم نموذج أكمل وأبرز وأشمل يمكن أن يكون نموذج المنطقة العربية والعالمية بشكل عام دون أي مبالغة. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد توفيق، ونشرك معنا من العاصمة المؤقتة عدن رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج. سيدة أمة السلام، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة أمة السلام، ويعني ما الذي يمكن أن تقوليه عن المرأة اليمنية في هذا اليوم العالمي المخصص للمرأة؟ أشكرك وأشكر الضيوف وأشكر المشاهدين جميعا. نقول للنساء في العالم مبارك لكن يومكن العالمي، يوم المرأة العالمي 8 مارس، ونقول للمرأة اليمنية لا أدري ما نقول لها، أنت تعاني أيتها المرأة من هذه المأساة التي حصلت على بلادنا، فكوني قوية مع تبناء منك، ناصر الخير، وقفي مع المظلوم، كوني قوية وشجاعة، وانصري أخواتك من كل الجهات، وربنا يوفق الجميع. لكن أيضا أقول لنساء العالم كتنا مع نساء اليمن وانصرين قضيتهم وناصرنهم، لأن نساء اليمن تستحق ذلك من المعاناة والتعب والجري أمام السجون والبحث عن المعيشة والنزوح وغيرها من المآسي التي تمر على المرأة اليمنية عواما هذا العام الرابع، والمأساة مستمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. نعم. فنقول للمرأة مبارك عليك يوم في العالمي. نعم، لكن سيدة أمة السلام، يعني إلى أي حد يعني دفعت المرأة اليمنية ثمن الحرب والمعاناة الحاصلة في اليمن؟ أعتقد أن المرأة هي الخاسر الأكبر في هذه الصراعات الحاصلة في اليمن، لأنها هي الأم وهي البنت وهي الزوجة وهي التي تتأثر بهذه الحرب، هي التي تعاني تنتك البيت بعد فقدان الزوج، تعاني من فقد ابنها، من فقد زوجها، من فقد عزيزا عليها، تتشرد، تنتهك كرامتها، تنتهك حقوقها، كل هذه المعاناة التي تعاني المرأة اليمنية معاناة عظيمة جدا جدا، ونحن بدورنا نوصل عبركم صوت المرأة اليمنية إلى العالم، أنه يكفي مأساة اليمنيات، يكفي معاناة، أوقفوا هذه الحرب التي تدور في اليمن، كونوا دعاة سلام ورعاة خير في هذا البلد الطيب الذي يستحق كل خير. نعم، إذن سيدة أمة السلام تكرمي بالبقاء معي، وأعود للسيد توفيق الحميدي. يعني سيد توفيق، أصدرتم اليوم بيانا، يعني كان هذا البيان يعني لافتا فيه حجم الأرقام، برأيك يعني ما دلالات هذا الكم
من الضحايا من النساء، وأن الحرب القائمة يعني من يتواجه فيها هم الرجال وليس النساء. طبعا الأرقام التي صدرت في بيان اليوم هي ليست شاملة لكافة الانتهاكات، لأننا لم نتطرق للمعتقلات من النساء. هنالك أرقام صادمة، نحن الآن نوثق تقرير جديد واكتشفنا أن هنالك سجون حتى في بعض المحافظات فيه العشرات من النساء المعتقلات، لكن للأسف الشديد بسبب التقاليد يحجب أو يحكم تحجم الأسر عن الإدلاء بمعلومات أو بيانات بحجة العار والعيب والأعراف، وبالتالي تصبح أيضا المرأة حبيسة أو رهينة لهذه العادات التي تزيد معاناتها أكثر وأكثر. حقيقة هذه الأرقام هي تعكس شيء مؤسف، تكشف انعدام الجانب الأخلاقي في هذه الحرب، أن جميع اليوم الأطراف خاصة جماعة الحوثي افتقدت الجانب الأخلاقي تماما. المرأة في اليمن في الغار محترمة مصانة بقيم الأعراف، التقاليد، الدين، الرجولة، قيم المجتمع القبلي إلى غير ذلك، لكن في هذه الحرب ربما سقطت هذه المنظومة التي كانت تحمي المرأة. العالم كان يدرك أن المرأة هي الطرف الضعيف بجانب الطفل، وبالتالي شرع في استصدار مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتخصصة في حماية المرأة وتجريم الانتهاكات، وأيضا إلغاء أو قضايا المساواة والجندر، والجميع يعرف هذه الثقافة المتداولة في العالم، لكن أيضا في اليمن كانت محمية بهذا السياق الذي تحدثنا عنه. للأسف الشديد هذا السياق سقط، رأينا المرأة اليوم تقص شعرها وتحرقها أمام الميليشيات دون أي اعتبار. نرى النساء يتكررن في عدم أمام مكتب وزير الداخلية اليمني من أجل يعرفن مصير أبنائهن، هل هم أحياء أم هم أموات، ومع ذلك لا نجد أي احترام أو اعتبار لهذا الجانب. نجد النساء في صنعاء، هنالك اعتقال بالعشرات، هنالك تعذيب، هناك ابتزاز مالي إلى غير ذلك، وبالتالي دون أي اكتراث لكل هذه القيم، بل الأكثر والأسفا أنه يتم استخدام المرأة من أجل الإيقاع وانتهاك حق المرأة. نحن وثقنا قصص عندما سئلنا كيف تم اعتقالكن، كان الأمر والجواب ببساطة أنه تم الاتصال بهن من قبل نساء يتبعن جماعة الحوثي أن يأتين إلى منطقة معينة من أجل تقديم المساعدات لأسر فقيرة فيتم اعتقالهن. الأمر هذه الأرقام هي تعكس حقيقة الأمر رأس الجليد، لكن الكارثة الكبرى أن هذه الأرقام تكشف انحسار الجانب الأخلاقي في هذه الحرب، وتظهر يعني كثير من دعاوي حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة تظهر عارية بشعة مقززة أمام هذا العالم، وظهرت وجه هذه الحقائق. حتى للأسف الشديد التحالف العربي عندما تقصف طيرانه بصورة عشوائية أكيد سيسقط نساء، عندما تضرب جماعة الحوثي قذائف بصورة عشوائية إلى المدن في داعش ستسقط نساء. هنالك نساء قتلنا بالقذف، بمعنى أن القناص الرجل الذي يفتخر برجولته يتعمد أن يصيب امرأة في مطبخها أو في المرعى أو في الشارع. ماذا بقت من قيم الرجولة في اليمن؟ اليوم كثير من النساء طرحن الفراش بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي، وهي تعلم يقينا أن هذه الألغام ستمر عليها امرأة أو سيمر عليها طفل. الجانب الأخلاقي في هذه الحرب فقد تماما. نعم. ومما يعكس أن اليمنيين محتاجون إلى آمات طويلة لإعادة المنظومة القيمية والأخلاقية التي سقطت في هذه الحرب. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق، وأتوجه بالسؤال للسيدة أمة السلام. يعني سيدة أمة السلام، يعني أنتم يعني كنساء ويوم من الأيام وجدتم أنفسكم يعني مضطرات لإنشاء رابطة يعني
للنزول للشوارع والمطالبة ب يعني إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، وهذا يعني نوع من العناء التي تواجهه المرأة اليمنية بالنزول إلى الشارع كل يوم، ويعني تصدر قضية الدفاع والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وهناك معاناة كثيرة ربما أنت يعني تعرفيها جيدا وبإمكانك الحديث عنها. تشكلت الرابطة نتيجة كما ذكر الأستاذ توفيق مسألة القيم الأخلاقية التي كانت موجودة عند اليمنيين، هذه التي مست بهذه الطريقة. فعندما كنا نقف أمام فقط الأمهات أمام السجون تهان تسمع كلام يعني ينتقص من كرامتها ومن حقها، فشكلنا الرابطة لنعلم العالم أن أبناءنا داخل السجون ونحن نقف أمام السجون أيضا نعاني هذه المعاناة الشديدة التي نعانيها من الجلاد ومن السجان الذي سجن أبناءنا المختطفين الأبرياء، ثم يتكلم أو يتلفظ بألفاظ بديعة على هذه الأمهات التي تأتي لتدافع عن ابنها أو تريد أن تخرج ابنها أو تريد أن تدخل له بعض الأكل وبعض الأدوية التي منعته هذه الجماعة وهذه الآلة العسكرية التي منعت من إدخال هذه الأدوية لابن هذه المرأة. فخرجت هذه المرأة وعانت، ومع ذلك تمت ملاحقتها في الشوارع في الوقفات، وقفوا عليهم السيارات، منعوهم أن يقضين أي مواصلات عامة، حبسوا من يقوم. سيدة أمت السلام، هل لديك إحصائية عن يعني كم الانتهاكات التي تعرضت له يعني النساء في تعرضنا له في رابطة أمهات المختطفين يعني خلال الفترة الماضية؟ احنا الان بصدد اشهار تقرير ان شاء الله غدا او بعد غد سنصدر تقرير شامل لجميع الانتهاكات التي حصلت للنساء في رابطه امهات المختطفين في من خلال 2018 يعني فقط. فبيلاحظ القارئ والمستمع كميه المعاناه التي تعاني منها هؤلاء النساء وهؤلاء الذين خرجين من الظلم الذي يعانين منه، ولم يمنعهم الجبروت والسجان والآلة الحربية الشديدة والاعتداء أن يطالبنا ويخرجنا مستمرات في وقفات مستمرة ليطالبنا بإخراج أبنائهن. لا يفتكر الإنسان أو الذي يشاهد النساء في صنعاء عندما يخرجن لوقفة احتجاجية أنهن يمررن بسلام. لو تلاحظوا كمية المعاناة عندما يخرجن هذه الوقفة وكيف يتصرفن وكيف يخرجن متخفيات، ثم بعد ذلك يتم ملاحقتهن بطريقة يعني منتهكة لحقوق الإنسان بشكل عجيب جدا، ومع ذلك مصرات ومستمرات وواقفات بقوة لأنهن أصحاب حق. هؤلاء أصحاب حق يريدون وضحت فكرتك سيدة أمت السلام، سأعود إليك يعني سأعود إليك ابقي معنا. وأذهب يعني بسؤال أخير للسيد توفيق الحميدي، يعني سيد توفيق يعني ما الذي يمكن أن تقدموه أو يعني يقدمه العديد من الناس للنساء في اليمن أكثر من البيانات والتقارير التي تصدر بين لحظة وأخرى؟ لا، أنا أعتقد أنه آن الأوان لكي يتم تعديل أو تغيير عملية المناصرة للمرأة في اليمن. اليوم يجب المرأة أن تساهم بصناعة المستقبل بصورة كبيرة. يجب أن تكون المرأة اليوم وأقصد بها مرأة الميدان، أن تكون حاضرة في أي مشاورة قادمة، في أي قرارات قادمة، في أي يعني في 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 اي قرار تتخذه الحكومه تكون قريبا مصدر القرار، قريبا مصدر المشاورات، لانه من العار اليوم او من العيب او توجد هنالك ثغره واضحه الى ان المراه اليوم هي التي تتحمل
الجزء الأكبر من المعاناة على الأرض، ثم تجد أن هنالك قرارات معينة تتخذ بعيد حتى عن مراعاة أمر المرأة. الأمر الثاني، يجب على هذه المرأة النساء خلال الفترة الماضية أن يعطي حقهن، بمعنى أن يكون هنالك صندوق تكافلي يتم إعلان إنشاؤه من الدولة لنساء المعتقلات، عفوا النساء المعتقلين أو النساء التي تم إصابتهن في هذه الحرب، يتولون علاجهن إلى غير ذلك. يجب المرأة أن تخرج من اليمن ويسمح لها أن تنتقل إلى دول أخرى لنقل معاناتها. أنا أعتقد أن البيانات اليوم التي تصدر من المنظمات الحقوقية هي بمثابة كواشف، ليس إلا هي تكشف للعالم ماذا يحدث في اليمن، لكن الذي سيتحدث عن هذه المعاناة وسيقدمها بصورة كبيرة هي المرأة. وبالتالي على الحكومة اليمنية اليوم أن تعيد النظر في النظر لقضايا المرأة. يجب أن يكون هنالك تعامل فاعل، يجب أن تكون هنالك هيئات متخصصة خاصة للمعتقلين للجرحى، يجب أن يتصل لها مخصصاتها من العلاج إلى غير ذلك. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، وأشرك معنا في الحديث. ستنضم إلينا من مدينة إسطنبول الصحفية والناشطة الحقوقية نبيلة سعيد. سيدة نبيلة، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك سيدة نبيلة. يعني ما الذي يجعل العالم أن يخصص يوما للمرأة بينما يعني معاناة النساء لا تكاد تتوقف يوم في كثير من الدول النامية؟ اليوم العالمي للمرأة هو حقيقة مناسبة أصيلة للدفاع والتحدث والحديث عن قضايا المرأة خاصة في الوطن العربي. هناك آمال كبيرة تعقد، ولو على سبيل أن هذه المناسبة تأتي تباعا كل عام وتأتي معها تقارير وتأتي معها أوضاع متجددة للمرأة. نعم. على المستوى العالمي والوطن العربي، لكن ربما إذا بين قوسين سيكون الحديث عن المرأة اليمنية في هذا اليوم هو حديث له خصوصية يعني كبيرة جدا، لأنه يتحدث عن امرأة عصامية، امرأة ربما صنعت نموذج يعني خاص بها لا يكاد يشبه أي نموذج عربي أو دولي. لماذا؟ بين قوسين لماذا أيضا؟ لأنه المرأة اليمنية 4 سنوات الآن تغلق بعد أيام بسيطة من الحرب، وهي ما زالت تصر على ذات الأهداف، ذات المطالب، ذات الصمود، ذات الحفاظ على مشروع الحياة المدنية وعلى المطالب المشروعة لوجود بيئة يمنية ووجود يعني كرامة للإنسان اليمني في الخارطة اليمنية. نعم. هناك امرأة خرجت في 2011، لا زالت تلك المرأة موجودة سواء كانت في القرية أو في المدينة أو نازحة أو لاجئة، أو لا زالت تحافظ على أنها يعني تحافظ على ذات الأهداف التي خرجت من أجلها. نعم. إذن يعني سيدة نبيلة سأعود إليك سيدة نبيلة، سنتحدث عن الكثير من التفاصيل لاحقا، وسأذهب هنا في تساؤل أخير أو يعني ذهب لي السيدة أمة السلام الحاج. سيدة أمة السلام، يعني هنا فقط يعني لديك فرصة في الحديث، أو إذا كان لديك أي رسالة تودين قولها من خلال هذه الحلقة. شكرا كثيرا. انا اوافق الاستاذ توفيق في مساله التقارير التي تصدر من المنظمات وغيرها. هذه التقارير عملت هدى واسمعه العالم ان هناك انتهاكات كثيره، فهذه جيده ومتميزه وممتازه، ولذلك يعني تشد على كثير من الناشطين والمنظمات وغيرها ان يظهروا هذه الانتهاكات التي تحصل على النساء في اليمن والوضع عموما في اليمن، وأن يظهروا الجرائم التي ترتكب في هذا المجال. أقول للنساء عموما في يومهم، طبعا هذا اليوم هو يوم انتصار للمرأة في العالم، في يوم انتصرت المرأة في 8 مارس ومن الظلم الذي كانت تعاني فيه،
نحن نرجع إلى الوراء ونعيش الظلم الذي كانت المرأة تعيشه. فنطالب جميع الناشطين والناشطات والعالم كله، المؤسسات المدنية في العالم كله، أن تقف أيضا مع النساء وقضية النساء في اليمن العادلة، وأن يقفوا مع رابطة الناس المستضعفين في مناصرة قضيتهم ومناصرة القضايا، قضايا النازحين وقضايا الشهداء والجرحى وغيرها من القضايا التي تعاني منها النساء في اليمن. فنقول أيضا نشكركم أنتم الصوت الذي يوصل صوتنا للعالم، نشكركم كثيرا في هذا اليوم، ونقول للنساء في القناة والشهيدة الأولى عندكم أنه كل سنة وأنتم في خير وعافية وسلام وأمان إن شاء الله تعالى. أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفتي من اسطنبول سيدة نبيلة سعيد. يعني سيدة نبيلة، ما الذي يمكن قوله لطرفي الأزمة في اليمن، شرعية وانقلابيين، في هذا اليوم؟ أيوة، أنا كنت سأختص المرأة اليمنية بتهنئة خاصة باليوم العالمي للمرأة، لأنه حقيقة الحديث عن يوم عالمي للمرأة هو حديث ذا شجون عندما نتحدث عن المرأة اليمنية. يعني هناك تحية إكبار وإعزاز بأنه ما زالت البقعة اليمنية تحافظ على صلابتها وتحافظ على تماسكها، إن لم يكن هناك دور فهو دور هذه المرأة اليمنية التي بصراحة لم يخدمها الرأي العام المحلي، وهذه هو تتحمل مسؤولية الأساسية الحكومة الشرعية في هذا الجانب، ولم يخدمها الرأي العام الدولي، ولم تخدمها أيضا العدسة العالمية بشكل كبير جدا، وتوضح ما الذي تعانيه المرأة وما الذي حققته المرأة في ظل هذه المعاناة. هناك أرقام غائبة عن امرأة فعلا هي موجودة في النزوح بمئات الآلاف من النساء النازحات، لكنهم من ضمن في بيئة النزوح هناك أرقام من الإنجاز ومن الحفاظ على الأسرة ومن المطالبة من أوساط هذه المعاناة بالدولة مدنية تحترم كيان الإنسان، ويعني وهذا النضال ما زال مستمر في مسيرة عطائها. ما في سؤالك تحديدا، هناك مطلبين مهمين جدا لابد أن تتحمل الحكومة اليمنية مسؤوليتها بشكل كامل، سواء من هذه اللحظة أو حتى تنتهي الحرب، ما يعني بدور يعني رائد أو يعني بخدمة حقيقية ذات أولوية في تتعلق بالمرأة، سواء من الآن أو حتى يعني في القريب العاجل تنتهي هذه الحرب. المسؤولية الثانية تتحملها كل المنظمات الدولية التي تعمل في حقن المرأة، والتي تخصص تقارير وتخصص كتب وتخصص لقاءات وندوات وفعاليات. لابد أن تشرك المرأة اليمنية لعرض تجربتها الأصيلة في كل المحافل الدولية. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيدة نبيلة سعيد، صحفية وناشطة حقوقية، كنت معنا من مدينة اسطنبول. ومشاهدينا في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.